بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أبوس رحمة العالمين. مكروهات أو البدع التي أحدثها التي أحدثها الناس في صلاة الجماعة، والبدع التي يعني التي ليس لها أصل في السنة وفعلها الناس أو يفعلها الناس في صلاة الجماعة. في الواقع هناك بدع كثيرة وأشياء ليس لها أصل أو أخطاء بتحصل في الصلاة تحتاج إلى كلام كثير. أول شيء، بعد الوضوء يعني يكره تشبيك الأصابع. أنا لما توضيت ونزلت نزل عشان أصلي، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث التشبيك من الشيطان. فالتشبيك من الأصابع، تشبيك الأصابع مش سواء كنت رايح الجامع أو أنت قاعد في الجامع. فإذا تذكرت شبكت من الأصابع على طول ابعد إليك عن بعض، لأن التشبيك من الشيطان. دي أول حاجة. تاني حاجة، لما تنزل من بيتك لازم تقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا قلت هذا قيل لك من قبل الملك هديت ووقيت وكفيت وتنحى عنك الشيطان. فالدعاء ده له ثواب عظيم وله بركة عظيمة جدا. لأن لما يقال لك هديت ووقيت وكفيت وتنحى عنك الشيطان، فده يكون في فهذا يكون أدعى إلى قبول الصلاة وإلى رفع يعني وإلى الحصول على الثواب العظيم. كثير من الناس لا حول ولا قوة بالله ينزل من بيته ولا يقول هذا الدعاء أبدا. هذا الدعاء يقال سواء للخروج للصلاة أو الخروج للعمل أو أي شيء، أو أي مشوار، لازم تقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإلا الشيطان يمشي معاك يغري بيك وعليك، ممكن تحصل توصل تصاب بمصيبة بحادث بأي شيء. لكن لما ملك يقول لك هديت ووقيت، وقيت من إيه؟ وقيت من كل المصايب والحوادث، وكفيت ربنا يكفيك شر كل اللي ده، ويتنحى عنك الشيطان. فده ادعى انه قال انه انت ذاهب الى الصلاه، يبقى لازم نخلي بالنا من هذا الدعاء. بعد كده اما اوصل للمسجد، بعد كده وانا ماشي ما امشيش بسرعه، اذا خرجتم من الصلاه فامشوا عليكم الوقار والسكينه، فما ادركتم فاتموا، فما فاتكم فاتموا، إذا خرجتم إلى الصلاة فامشوا عليكم الوقار والسكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. ده حديث يعني إنسان يكره، بس العلماء أجازوا واستثنوا، قالوا لو أنا بيغلب على ظني إن هلحق تكبيرة الإحرام لو أنا سرعت شوية، يبقى يستحب إن أنا أسرع شوية في الخطوات، بس ما أجريش جري جامد زي اللي يعدوا بيجري في السبق، لا. ولكن اللي محدش قال لك تنزل متأخر لدرجة إن أنت، لكن سرع في الخطوات شوية، هرولة زي الهرولة، واسعوا إلى ذكر الله. فده مفيش مانع من السعي، لكن لو مش هحصل فضيلة معينة، بمعنى إن أنا نازل بدري وكده كده هلحق تكبيرة الإحرام، يبقى خلاص مفيش داعي إن أنا أسرع في الخطوة وأمشي عليا الوقينة السكينة والوقار. لكن لو هيغلب على ظني إن أنا هلحق تكبيرة الإحرام، مفيش مانع بقى ان انا اسرع شويه، بس مش بجريش، لان الانسان اذا جرى ابهر، واذا ابهر او ما يخش في الصلاه مش هيكون خاشع كما قال العلماء، وياخد وقت عقبال ما يسترد يعني ياخد نفسه ويخشع، وهذا ليس من السنه. ولكن واحد هتفوت الفاتحه والامام هيفوت تفوت الركعه الاولى، يبقى يسن له انه يسرع شويه في الخطوات وهكذا. ايضا بعد ما تخش لازم تصلي تحية المسجد. إذا دخل أحدكم إلى المسجد فلا يجلس حتى يصلي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال فما تجلس حتى تصلي، من الأدب أنك أنت تصلي تحية المسجد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة، يبقى بين صلاة بين الأذان وبين صلاة الإقامة لازم أصلي ركعتين. لكن إذا غلب على ظني لقيت خلاص فاضل نص دقيقة، يبقى خلاص يبقى الصلاة مكتوبة أولى. فأحد الصحابة دخل في الصلاة في الصف في النافلة، هو خلاص الصلاة مكتوبة سيؤذن له، ستقام الصلاة، فنغزه وقال له ألا كان هذا قبل هذا؟ جاي دلوقتي يصلي، وربما كان قاعد جالس وبعدين طلعت دماغه ان هو يصلي. طبعا الله يعني المهم ان هو صلى في توقيت غير مناسب، اروح بدري عشان الحق اصلي النافلة قبل والنافلة مهمة، النافلة تساعد على تحضير القلب زي بالظبط لاعب كرة القدم إن صح التعبير لما بيسخن عشان قبل ما ينزل الملعب.
بصرف النظر عن كرة القدم حلال وحرام، في احنا ما بنتكلمش في الحلال والحرام دلوقتي بالنسبة لي، احنا بنتكلم في هنضرب لكم مثل. ايضا العبادة تحتاج الى تسخين، الانسان يسخن قلبه ويحضر نفسه للعبادة. فالعلماء قالوا صلاة النافلة بتحضر الانسان، تهيئه الى الصلاة. فيسن ان انا اروح المسجد بدري عشان اصلي ركعتين تحية المسجد، ودي بتهيئني للصلاة المكتوب، للصلاة المكتوبة. فيبقى انا اصلي ركعتين دول اذا كان في وقت. طب لو مفيش وقت، وافرض دخلت في الصلاه وبعد ما وديت ركعه لقيت الصلاه هتقام، ده بيحل احد حلين. ممكن اتجوز في الصلاه لو بيغلب على ظني ان هلحق تكبيره الاحرام، ولو مش هلحق تكبيره الاحرام يبقى لازم اطلع من الصلاه. اطلع من الصلاه ازاي؟ اسلم تسليمتين زي وانا واقف، قياسا على صلاه الجنازه. كما قال بعض العلماء ان ده من الادب مع رب العالمين، ان انا ما اطلعش من الصلاه، ما اخرجش كده من غير لا لازم اقول السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم وانا واقف. طيب لو انا ما صليتش خالص ولسه هبتدي، يبقى اروح مسلم تسليمتين وطالع. لو انا شغال في الصلاه وصليت ركعه، ممكن اتجوز في الركعه الثانيه واقرا الفاتحه بس، ما اقراش سوره صغيره، واركع واسبح تسبيحه او تسبيحتين بسرعه، كذلك في السجود. وبعدين التشهد، ممكن اقرا نص التشهد الاول فقط، لان يعني بعض العلماء قالوا الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم ليست ركنا في التشهد، على خلاف من العلماء. لكن في حاله ادراك تكبيره الاحرام، ادراك الصلاه المكتوبه، ناخد بالراي اللي بيقول كده، وتسلم، ممكن تسلم تسليمه واحده بس، تسلم على اليمين وتروح قايم، يبقى انت كده وفرت وقت كتير. فاتجاوز في الصلاه اذا غلب على ظني ان هتضيع مني تكبيره الاحرام، لازم اكون واقف في تكبيره الاحرام في الصف قبل ما الامام الله اكبر، لازم اكون واقف في الصف. خطا فادح بيقع فيه كثير من الناس، يصلي الصلاه المكتوبه يطول ويخشع ويطول في الركوع والسجود، ولا هو مع الصلاه خالص، والامام يروح مكبر وداخل في الصلاه المكتوبه وهو لسه عمال يصلي في النافله، بعدين يروح قايم راحته وداخل في الصلاه. هذا ليس من السنه. الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اذا حضرت الصلاه المكتوبه، اذا اقيمت الصلاه المكتوبه فلا صلاه غيرها. خلاص. عشان كده بعض العلماء بيقول ان الصلاه تبطل اذا واحد قيم سوى وقعد لسه بيصلي صلاه. لكن مش هنقول تبطل، لكن هنقول تكبيره الاحرام في الميزان يوم القيامه افضل من 100 ناقه. احد الذين شهدوا بدرا سال ابنه هل صليت، هل ادركت الجماعه؟ قالوا له نعم. قالوا هل ادركت تكبيره الاحرام؟ قالوا له لا. قال ان ما فاتك من ثواب افضل من 100 ناقه سود العينين في ميزان يوم القيامه. يعني شوف انت بقى 100 ناقه سود العينين، دول احسن انواع النوق في بالنسبه للعرب. تكبيره الاحرام في الثواب افضل من ثواب 100 ناقه في الميزان. فيعني فبتعجب الناس اللي هو مصوي النافله افضل يطول فيها. لا، يبقى اول ما اسمع انا خلاص الامام هيقام، اتجاوز في الصلاه بسرعه، اقرا فاتحه بس، واتجاوز في الركوع والسجود، بحس ان انا لازم اكون مسلم قبل. لو انا صليت، لو انا لسه في بدايه الصلاه ممكن اطلع، صليت ركعه ممكن اتجاوز في الركعه الثانيه بسرعه، بحس ان انا اكون واقف في الصف قبل ما الصلاه تبتدي. دعاء دخول المسجد، انا اسف ان اقول لكم ان دعاء دخول المسجد هام جدا جدا. يبقى اول حاجه اخش برجل بقدم اليمنى، ده شيء اساسي. احد الصحابه دخل بقدم اليسرى ناسيا، بعد ما مشى خطوتين جوه المسجد اخشى عليه من خوفي من الله سبحانه وتعالى، انه يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم امر بالدخول بالمسجد بالرجل بقدم اليمنى. بعد ما تخش طبعا وانت داخل تقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي، اللهم افتح لي ابواب رحمتك. دي صيغه دعاء دخول المسجد. دعاء دخول المسجد هام جدا. ليه؟ انت بتقول اعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، يبقى انت استعذت من الشيطان، ومش الشيطان بيخش معاك. يبقى انت بتقول دعاء دخول، وانت طالع من بيتك تقول دعاء عشان الشيطان يبعد عنك، بعدين وانت داخل المسجد تقول دعاء تاني بتاع دخول المسجد، لان في بركه عظيمه. اول حاجه بنى عنك الشيطان. اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بعدين قال بسم الله الرحمن الرحيم. ايما عمل لم يذكر عليه اسم الله فهو ابطر. واي عمل افضل من الصلاه؟ ازاي تخش تبتدي عملك جوه المسجد والصلاه وما تسميش بالله؟ وبعدين تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد، هو الذي علمنا
الصلاة ولا دعاء من صلاة الجماعة ولا دعاء، فلازم نتذكره في هذه في هذا الموقف. صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم صلي على محمد، ثم تقول اللهم اغفر لي ذنوبي، لأن الذنوب عائق تقف حائل بين قبول، ربما تقف حائل بين قبولك بينك وبين قبول الصلاة، ربما الذنب يجعلك لا تخشع في صلاتك. فأنت تستغفر الله من الذنوب حتى يعني يفتح الله سبحانه وتعالى لك أبواب الرحمة وتقبل الصلاة، لأن الذنوب من أكبر العقبات التي تجعل الإنسان يسرح في صلاته ويجعل وتنزع البركة من الصلاة بسببها. عشان كده بستغفر الله بالذنوب قبلها، اللهم اغفر ذنوبي، وأنت تقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، كأنك بتقول يا رب اقبل صلاتي. لأن كيف تغلق، كيف تفتح أبواب الرحمة لك ولا تقبل الصلاة؟ تقول له يا رب اللهم افتح لي، اما افتح أبواب، افتح لي أبواب الرحمة، يبقى ازاي الصلاة تقبل؟ ما الصلاة بعد ما بتنتهي منها اما بتلف كخرقة بيضاء، كلفافة بيضاء منورة، وتدعو وتصعد إلى السماء وتدعو لك وتقول لك حفظتني حفظك الله، أو تلف كخرقة سوداء تلطمك على وجهك وتقول لك ضيعتني ضيعك الله. يبقى لو انا قلت الله، لو انا قلت الدعاء العظيم ده بتاع دخول المسجد، صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم، قلت ربنا اغفر لي ذنوبي، ربنا اغفر لي ذنوبي، اللهم افتح لي ابواب رحمتك، يبقى يعني يبقى ازاي ان شاء الله الصلاه ما تتقبلش؟ ازاي ان شاء الله؟ لا، باذن الله ربنا يبارك في الصلاه، والله فتح لك باب ابواب الرحمه باذن الله تقبل الصلاه، وما يحصلش ما تحصلش هذه اقول المصيبه. يعني الانسان اذا الصلاه رفق خلقه سوداء ولطمت، يعني لطمتك على وجهك، لطمتك على وجهك، فانت والعياذ بالله وضاعت عليك، وقالت لك ضيعتني ضيعك الله، اي ضيع بعد ذلك؟ يبقى خلي بالي قوي من دعاء المسجد، دعاء دخول المسجد، لان يعني كثير من الناس يعني لا تلتفت الى دعاء المسجد، دخول المسجد. بعد كده نطبق، نقول الكلام اللي قلناه بقى، ان انت ما بتقعدش لما تصلي صلاه الجماعه، صلاه النافله تحيه المسجد، وتتجوز فيها اذا كانش في وقت. بعد كده بعد ما صليت خلاص وبتاع، خلاص يبقى في الحاله دي انا منتظر الصلاه وانا في صلاه، تستطيع ان تشغل هذا الوقت بالذكر حتى تقام صلاه الجماعه. بعد كده قيمة صلاه الجماعه، لازم اكون واقف في الصف قبل ما الامام يقول الله اكبر عشان احضر تكبيره الاحرام. بعد كده الامام كبر وقال الله اكبر، نبتدي بقى في الاخطاء اللي بيقع فيها الائمه والمأمومين. بعض الأئمة يكبر يعني يمط في التكبير، وهذا ليس من السنة. يقول إيه؟ الله أكبر، هذا ليس من السنة. خصوصا دلوقتي في مكبرات صوت، لا داعي لهذا، الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه عمرهم ما فعلوا هذا. ولكن السنة الله أكبر، واليدين ترفع هكذا. يحز المنكبين، والإبهام يكون بحز الأذن. كثير من الناس ولا حول ولا قوة بالله يعمل إيه؟ الله أكبر. بعض الناس يعمل كده، الله أكبر، هذا ليس من السنة. السنة اليدين ترفع هكذا، حزن المنكبين هكذا، الله أكبر، وتقول الله أكبر وأنت رافع، وبعدين تنزل إيدك وتحط إيدك. يبقى أرفع إيدي صح وما متش في التكبير، أقول الله أكبر، متش الله أكبر، لأن هذا ليس له أصل في السنة، ده هذه بدعة. بعض المأمومين يرفع صوته في التكبير، وهذا ليس من السنه. يقول الله اكبر هو كمان التكبير في السر الا للامام فقط للاعلان، لكن المؤمنين يكبروا في السر. لكن هو الشيطان بيلبس عليه، يقول له عايز يسمع نفسه الله اكبر عشان هو عارف ان تكبيره الاحرام من غيرها الصلاه تبطل، فيقول له ايه انت ما قلتش تكبيره الاحرام، فلغايه ما يخليه يرفع صوته او يقولها كذا مره ويرفع صوته. هذا ليس من السنه، التكبير في السر بالنسبه للمأموم ما يرفعش صوته. بعد كده بتحط ايدك هكذا، بعض الناس يحط ايده هكذا، وبعض الناس يعمل ايده هكذا، هذا ليس من السنه. السنه اليد اليمنى فوق اليسرى على سوره البطن هكذا، مش هنا ولا هنا. وايضا بعض الناس هو واقف في الصف يفتح رجليه على الاخر. احد الصحابه يقول، احد التابعين يقول، يعني احد التابعين يقول لقد عاصرت 17 10 رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوسطون في فتح اقدامهم، يتوسطون في فتح اقدامهم. للاسف الشديد كتير جدا من الناس لا يراعي هذا، ويفتح رجليه على الاخر، ياذي جاره الذي بجانبه،
وياخد مكان كبير من الصف. فيجي واحد يعني عنده ظرف ولا اي حاجه وجاي متاخر ما لاقيش مكان في الصف، لان كل لان كذا واحد واقف فاتح الجهه على الاخر، فبدل ما الصف يبقى فيه 20 واحد يبقى فيه 10 تنفر او 15 واحد. ده غير ان انت بتاذي جارك اللي جنبك. يعني ساعات انا اصلي واحد واقف اقصر مني وفاتح رجليه على الاخر من هنا ومن هنا، وانا واقف محصور ورجليه قد كده مش عارف مش مستريح، انت تاذي جارك، وهذا يعني يؤثر على خشوعه في الصلاه. هذا ليس من السنه. الانسان لازم يفتح رجليه، ما يفتح رجليه ما يفتحش رجليه على الاخر. لكن للاسف كثير من الناس يفعل هذا. اذا لقيت شان بيفعل هذا يجب ان تنصحه. للاسف احنا بنشوف بعض بنعمل اخطاء في الصلاه ومحدش بيتكلم. هذا ليس من الدين. الدين نصيحه. لمن يا رسول الله؟ قال لله ورسوله ولائمه المؤمنين ولعامتهم، لكل الناس لازم تنصح. فما تفتحش رجليك قوي وانت واقف بتصلي. توسط في فتح الاقدام، لا تفتح قوي ولا تقفل قوي. ايضا الاقدام تكون مستويه هكذا. بعض الناس يعمل رجليه كده، لا كده يعني اسف، زي الممثل الاديب اسمه شارلي شابلن، يبقى في اوجاج قوي في القدمين. لا، القدمين لازم تكون متجهه ناحيه القبله هكذا، والاصابع متجهه ناحيه القبله. بعض الناس بيبقى عنده مشاكل في المفاصل، كثير من الناس يبقى على قدر المستطاع تحول رجليه يبقوا كده في اتجاه القبله، ما تبقاش كده ولا. فلازم القدمين يكونوا كده على قدر. فلما وانت بتصلي يعني دايما تمم على رجليك وعلى قدميك وبص عليهم وتاكد ان هما في اتجاه القبله هكذا. انا هقف هنا عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده، ولنا كلام كتير ان شاء الله في تكمله مكروهات الصلاه. قولوا قولي هذا، استغفر الله.